طب اخد بهيرة رجعت تاني. الو، ايوه مساء الخير يا سعاد، مساء النور، اهلا وسهلا. ازيك حبيبتي؟ عامله الحمد ايه؟ لله، احكي لي. بقى بليز، انتوا امبارح كنتوا بتتكلموا، يعني هو الموضوع مرتبط الى حد ما امبارح والنهارده، قصه المدام اللي اتصلت وقالت ان هي جوزها تقريبا اتجوز عليها او حاجه زي، وبعدين انت قلت لها انا يعني مستغربه انت استحملتي وفوتي في حاجات كتيره، جيتي دلوقتي واتكلمتي ليه؟ انا بقى هبرر لك واقول لك اتكلمت ليه ليه بقى؟ بالرجوع لقصه وانا بعيشها. يعني في اوقات كتيره جدا المحافظه على البيت ثمنها غالي جدا جدا، يعني في رجاله ان انت ممكن تواجهيهم بغلطهم يقلبوا عليكي الترابيزه، وانت اللي غلط وانت اللي فيكي وانت اللي عامله ومسويه وكده من ده. انا طبعا واحده متجوزه ومحافظه على القصه ليها جدا، بس التنازلات دي وصلتني، يعني مش هقول لك، يعني الحمد لله الحمد لله انا ربنا، يعني فضلتي تتنازلي عن حقوقك؟ لا مش حقوق، اتنازل على ان انا ابقى عارفه حاجه غلط وفي حاجه بتحصل او في من وراكي شكل من اشكال العلاقه الاخرى في حياته، وتبقي متاكده، بس مش عايزه ان، يعني هو اللي باقي لي بالظبط ان انا فتش في التليفون، بس انا ما بعملش كده عشان انا عارفه ان يوم ما فتش في التليفون هم حاجتين، مش هقدر ابقى عارفه ومتاكده واستمر، ولا هقدر ان انا يعني تمشي. امشي مش عن احتياج، الحمد لله لله تماما، عندي امكانيات وعندي البيت وعندي كل حاجه، بس مش قادره اتخذ هذا القرار، لان يعني اولا بقالنا كتير فوق ال 20 سنه جواز، الحمد لله الحمد لله، يعني بنينا نفسنا بنفسنا، انت والحياه بتشتغلي؟ اكيد بشتغل والحمد لله كل حاجه تمام، بس انا مش قادره اعمل الخطوه دي وواصله لدرجه ان انا حتى تقبل العلاقه بالشكل ده انا تعبت. طب انتوا علاقتكوا كويسه مع بعض؟ بارده، يعني علاقه ما فيهاش، يعني انا يعني انك انت طول الوقت، يعني انا بحاول ابين انه عادي وما فيش حاجه واتعامل بلطف وود وكده، بس من جوايا انا يعني انا حاسه بحاجات مش طبيعيه، يعني في امور مش طبيعيه ومضطره اكمل، مش من صالحي ابدا في الوقت بعد السنين دي ان انا اتخذ القرار وانفصل طب لا، لوحدي. هو ما فيش حلول في النص؟ يعني فكرة ان انا افضل ساكتة او اولع الدنيا في النص بقى، في المساحة اللي في النص دي، ليه وليه الدنيا؟ ما هي خطوة واحدة، ما هو هي دي يعني يا اسكت يمشي، فما فيش في النص، ما فيش مساحة في النص. اصلك هتقولي هتواجهي هتقولي انا متأكدة، لا يعني احاول اغير الحياة، ما تيجي الحياة نسافر. تمام، الحياة ظاهريا بيرفكت، كل الناس شايفاها حياة جميلة ولطيفة ومظبوطة وماشية الحال وتمام تمام، انما في الواقع ان الولاد انا في عندهم تسع كام سنة سنة؟ الولد كبار كبار فوق العشرينات، في العشرينات وهم عارفين؟ عارفين عارفين ان باباهم في حاجة؟ بوجههم يقولوا لي لا 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 يا ماما انت بتتخيلي الحاجات، انت لا لا انت متخيله، وانا ما بحاولش بقى اتعمق عشان ما اضايقهمش، طبعا. وعايزه اولادي لاخر وقت يفضل هو في حياتهم لانه مسؤول. طبعا ابوهم، يعني هو حتى لو في اي حاجه هو ابوهم، يعني هيفضل معاهم طول عمره. ومسؤول، هو بيدفع يعني شايل امور وشايل مسؤوليات، بس انا بقول لك دي نتيجه التنازلات، التنازلات بتحطم يا دعاء، صدقيني كل يوم بحط دماغي على المخدة طيب ببقى اسمعي اسمعي مروه، معلش يا بهير، عايزه اسالك سؤال بعد اذنك. اتفضلي. اول ما اتعرف عليكي جوزك، تمام، اقعدي كده مع نفسك وفكري انت ايه اللي اتغير في شخصيتك، نزلتي عن ايه من الحاجات اللي كانت عامله له انبهار، تمام، وتنزلتي عن ايه من شخصيتك، من هواياتك، من حياتك، لانه غالبا مش انت بس يا بهيره، كلنا كستات اول ما بنتجوز بنبقى عايزين نكون مبهرين زياده عن اللزوم، وكانه اخد ست الستات اللي مفيش زيها، تمام، كده كده جوزك بيختارك علشان حاجات معينه هو عجبته جدا فيكي، فبتيجي الست بقى حتى لو ناجحه بتشتغل
بتلعب رياضة، بتقرأ، عندها هوايات، كل ده بتلغي، بتلغي 8 أجزاء من حياتها وبتركز مع جزء واحد. أنت من غير ما بتحسي شخصيتك بتتغير، البني آدمين بيتغيروا كل فترة معينة، يقال في علم النفس إنها كل 3 سنين. أنت بقالك 20 سنة متجوزة، كل التغيرات والتنازلات اللي حصلت، لو انت قعدتي مع نفسك هتلاقي ان انت بقيتي شخصيه بالنسبه له باهته، ما بقاش فيها حاجه تشده، ما بقاش فيها حاجه مبهره. ليه؟ لان حضرتك نسيتي تاخدي بالك من نفسك زي ما بتاخدي بالك من العيال. ما انا هقول لك بقى، تاخدي بالك من نفسك دي مش معناها ان شكلك يبقى حلو وشعرك مصبوغ ومعمول ولبسك شيك وجسمك على المزوره، لا. تاخدي بالك من نفسك دي يعني انت علشان تقدري تدي ولادك لازم يبقى في وقت لنفسك، يا بتقري يا بتنزلي تقابلي صحابك، يا بتطوري شغلك، يا بتطوري عقلك، يا بتطوري شخصيتك، تمام. لكن معظم الستات يا دعاء بتعمل ايه؟ هي بتهيئ الجو وبتدوس على نفسها وعلى احتياجاتها هي علشان جوزها وولادها هم اللي يطوروا، هم اللي ينجحوا، هم اللي يطلعوا. فبيحصل ايه؟ هما بيطلعوا لقدام وبتفضل هي محلك، بتفضل واقفه مكانها. ثواني مروه بليز، اقول لك حاجه. قولي يا بني. اللي قلتيه ده صح جدا، بس انا مش الست دي. انا ست تلاقيني في كل قراءه بقرا، سواقه بسوق، كل تلاقيني فيا كل اللي بالعكس. انا اتحسنت تماما عن زمان، بالعكس اتطورت وبسافر وبقرا ومتفتحه وبوجه دايما للمصلحه وللدين وماشيه يعني بفضل الله بفضل الله بفضل الله، لما الكمال لله وحده، بس بحاول اكمل كل النواقص. صدقيني انا لما ببص لنفسي في اول حياتي بحس ان انا دلوقتي. طب انتوا كان العلاقه بينكم، انتوا كنتوا بتحبوا بعض كده الجواز كان تقليدي بس حبينا بعض في الاول. ايوه، يعني الحياه دمها خفيف ولذيذه وفي حياه كده لطيفه وبيوحشك ولا عادي اتجوزنا بقى وخلاص؟ كان دعاء. كان بقى لغايه كام سنه؟ كان لحد بالظبط ما بدا الشك في النقطه ديت، لان الست بتعرف. من كام سنه بقى؟ جدا. من كام قولي سنه؟ مثلا من 8 سنين. طب ايه التنازلات اللي انت قلتي عليها اكتر من مره في مكالمتك يا بهير؟ التنازلات اللي انت بتحكي ان انا كنت يعني بقدم محبه كتير كتير، انا اولوياته قبل اولوياتي، يعني شوفوا بيحب ايه بعمل اللي بيحبه، اشوفه عايز ايه اعمل اللي هو عايزه، وارضيه بكل وسيله اللي هو عايزه انا برضيه. برضه ما عجبش. ما رضيش يعني لدرجه ان انا باجي على نفسي، انا ما بعرفش اقول انا بحب اللي انا بحب، وما بعرفش اقول انا عايز، يعني ما ببينش مشاعري اللي انا بحس. الصوت بدأ يقطع. طيب معلش يا بهيرة، الصوت قطع. يعني تقريبا الموضوع المجمل فهمناه، يعني يمكن اللي انت قلتيه، هي بتقولك انا عاملاه ومحققاه، عاملاه ومحققاه مؤخرا، بس هي في حتة بقى وقعت. حتة اللي وقعت دي لما قالتلك ايه بقى؟ انا كنت برضيه بكل الطرق. يعني ما نرضيش؟ لا نرضي، بس هي بتقول لك انا كنت باجي على نفسي، اللي بيحبه هو اعمله. طب اللي انت بتحبيه فين؟ مشاعري انا ما اعبرش عنها، لو انا متضايقه ما اقولش ان انا متضايقه. طب ما هو انت مش متضايقه، انت ما اشتكيتيش.